تزامنا مع اليوم الرياضي لدولة قطر الذي يصادف الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، أقام الطلاب القطريون بجامعة هدرسفيلد ببريطانيا يوما رياضيا بحضور المسؤولين من الجامعة وبمشاركة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي رأت في هذه المناسبة الرياضية فرصة لإقامة ورشة تعريفية بمشاريع كأس العالم قطر 2022. احنا جايين هنا للمشاركة، احنا ضيوفهم، هم اللي رتبوا اليوم، هم اللي جهزوا كل شيء، واحنا جايين نشارككم يومهم الرياضي، وفي نفس الوقت نعرفهم على أبرز مشاريع كأس العالم اللي هم من خلاله طبعا يكونون معنا بالصورة أول بأول إن شاء الله. عدد من الطلاب شاركوا في بطولة لكرة القدم أظهروا حماسا كبيرا مع هذه الفكرة الرائدة التي تكرس فيها الجهود لممارسة الرياضة وتحويلها إلى أسلوب حياة، وهي من المبادرات القطرية التي تعكس مكانة قطر كبلد رياضي وعاصمة من عواصم الرياضة في العالم. صراحة احنا عندنا كل سنة نرتب اليوم الرياضي ونحتفل فيه بهالطريقة، بس هاليوم الرياضي في هالسنة مميز لأن لجنة المشاريع والإرث هم اللي رتبوا كل شيء ما شاء الله عليهم، يعطيهم الصحة والعافية، وغير أنهم مشاركين معانا في البطولة، يعني حلوا البطولة. ولازم نأكد شيء، أن الرياضة وايد مهمة خاصة أيامنا هذه مع الإلكترونيات، صار الشباب ما يلعبوا الرياضة ولا يمارسوا الرياضة، فلازم نمارس أكثر، نهتم بالتغذية بعد. اليوم الرياضي بات موعدا رمزيا منتظرا من قبل جميع أفراد المجتمع، وأضحى فرصة للتعبير عن مدى انخراط الجميع في رسالة الرياضة النبيلة. اليوم الرياضي فرصة لنجعله يوما من أيام النجاح لدولة قطر صاحبة المبادرات غير المسبوقة والتي تؤكد قوة التلاحم بين القيادة والشعب. جاسم حسين لقنوات الكأس، مدينة هدرسفيلد البريطانية.